أنا أعتقد بأن لحد الآن هذا الفريق الذي انتخبه هو السيدة ترامب هي يعني حكومة حرب بما تعني هذه الكلمة من معنى، لكن يعني أتمنى كثيرا لا تجرب الإدارة الأمريكية الجديدة، لا تجرب إيران في مثل هذه الحالات. يجب علينا أن نتذكر بأن إيران منذ العام 1980 لحد الآن أكثر من 37 عاما كانت هناك واقعة تحت ظروف المقاطعة الاقتصادية والحرب التي تشت عليها من قبل نظام صدام حسين والذي دعمته الولايات المتحدة الأمريكية. جميل. لكن في ظل هذه 37 عاما من الحرب والمقاطعة الاقتصادية، إيران استطاعت أن تنجز الكثير من الإنجازات على المستوى برنامجها النووي، مستوى الدفاعي، التسليحي، النانوتكنولوجيا، الصناعة. لكن القيادة الإيرانية لطالما يعني حاولت تهدئة الشارع الإيراني القلق ووعود تقديم وعود بثمار الاتفاق النووي الإيراني، الآن إذا فشل هذا الاتفاق ستكون متضررة بالتحديد. دكتور صدقيان، يجب علينا أن نتذكر بأن هناك أوساط كبيرة جدا هي لم تكن راضية على الاتفاق النووي، وهي تطالب الحكومة الإيرانية بعدم الثقة بالولايات المتحدة، لأنهم يقولون بأن الولايات المتحدة ليست هي جديرة بالثقة، هي دولة ليست جديرة بالثقة، وبالتالي هناك شرائح كبيرة من الأوساط الإيرانية تطالب الحكومة الإيرانية وهي غير راضية عن الاتفاق النووي، وتتمنى أن يعني أن تحل هذه العقدة بين إيران وبين الولايات المتحدة من أجل الانفصال عن الاتفاق النووي. بالتالي عندما أقول بأنه يجب على الولايات المتحدة وعلى إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترامب عدم تجربة إيران، أنا أعتقد بأنه هذا الكلام إلى حد ما صحيح. طيب.